أنا تامر محمد نبيل، أنا Chief Operation Officer Mountain View. It's a real estate company. أنا اتشرفت بوجودي في الإيجيبشن بيلدينج ماتيريال سامت. إيه رأي حضرتك في إيفنت النهاردة؟ إيفنت النهاردة رائع. البيلدينج ماتيريالز هي أهم العوامل المؤثرة في قطاع الاستثمار العقاري والتطوير العقاري وقطاع الكونستراكشن. البيلدينج ماتيريالز واحدة من القاطرات اللي بتجر القطاعين دول، وبالتالي بتجر الاقتصاد المصري. إحنا ما كانش عندنا قبل البيلدينج ماتيريال سامت او الايجيبشن بيلدينج ماتيريال سامت ايفنت او فورم بنعبر فيه عن اتجاهات القطاع ده واهميته وعلاقته بالكونستراكشن وبالريستيت، وايه هي اهم الحوافز ومستقبل القطاع ده، وايه هي اهم قطاعات الاستثمار في القطاع ده. فالمؤتمر بتاع النهارده حاجه مهمه جدا للبيلدينج ماتيريالز وبالتالي لقطاع الكونستراكشن والريستيت. وإيه كان ملخص كلمة حضرتك النهاردة في المؤتمر؟ الملخص النهاردة عن النيو انيشيتيفز اللي بتقوم بيها أو البروجيكتس اللي بتقوم بيها الحكومة والقطاع الخاص، وإزاي ده هيساعد قطاع الكونستراكشن والريستيت على التطور، وبالتالي هيشجع البيلدينج ماتيريالز، وإيه أهمية الترندز وإيه هي نيو ترندز في البيلدينج ماتيريالز in terms of local manufacturing innovation green building materials، زي الحاجات دي هتأثر في البيلدينج ماتيريالز وبالتالي هتأثر في الاستثمار العقاري والكونستراكشن. ورأي حضرتك في تغطية المجتمع القانوني أو legal community عامة للإيفنت زي دي؟ legal community من أهم العوامل المؤثرة على أي investor لما يجي ياخد قرار الاستثمار في مصر، ومن غير انفستمنت ولا حاجة المستثمرين المصريين علاقتهم ببعض، علاقتهم بشركات الكونستراكشن، علاقتهم بالفندرز اللي بيوردوا لهم. القطاع القانوني من أهم القطاعات اللي بتنظم ده وبتساعد أي مستثمر أو أي CEO أو أي متخذ قرار أن ياخد القرار الصائب المفيد لمصلحته ومصلحة الآخر. مرسي يا ذنهارتك. مرسي.